أنا أحمد زيدان من قرية حيلة، مزارع. البطاطا في إلها موسمين، موسم ربعي وموسم تشريني صيفي. يعني البطاطا الربعي تنزرع من أول شباط لخمس شباط لخمسة عشر شباط، يعني لعشرين شباط آخر حد إلها. يعني هذا موسم حسب صحة الجو تنطب البطاطا، بس بتكون إكسار. طريقة زراعة البطاطا عن طريق الصبابة، بنقلب الأرض بالسكي، بنرجع من مشطها بالقلفتورات، ومن قيمة خطوط، ومنرشها سواد فروج أو سواد بياض، نحن بنقله هون لقيته ما في عنا أسمدي، والأسمدي غالي، عم نستعين بالأسمدي العضوية. منرشها ومنرجع منركب الصبابة على التراكتورات ومنطبها طب يدوي. الأمراض اللي عندنا الموجودة هون الذبابة، وفي عندنا الأمراض اللي يعني بقول لك نحن بنقول له هون العناكب، تجيها مرض اسمه العناكب، تصفر الورق. يعني هاي الأمراض. والدودة هي بتجي عن طريق الفراشة، وعم نكافحها، والمكافحة غالية، يعني في مشاريع عم تخسر. اللي بتنزرع مثلا بشباط مع شهر شباط، يعني قلت لك لعشرين شباط آخر يوم إلها، واحنا بنحسب على الغربي مو على الشرقي، يعني بالنسبه للاشهر بنحسبها على الغربي، ولذلك بضل معنا حوالي سبعة ايام على الشرقي. ممكن يضل اخر شباط العالم تطب البطاطا، يعني تطبها بالارض. هي عمرها 100 يوم، هي عمرها 100 يوم، يعني قلعه ما بين يعني من 1/8 15/8 بدها تكون مقلوعه البطاطا. قلعه بنفس الوقت على التراكتورات، الا فجاره سكك، فجارتين السكبار، بتكشف البطاطا، بتجي من تحت البطاطا بتكشفها على الهواء، ونحن بنلمها.